هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. العلوم، الصف الثالث، الجزء الأول، الوحدة الأولى، المادة وتغيراتها. قال الله تعالى: يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. صدق الله العظيم. سورة سبأ، الآية 13. ما حالات المادة وما التغيرات التي تحدث لها؟ أنا المستكشف الصغير أطرح عددا من الأسئلة المثيرة للتفكير، وسنتوصل إلى الإجابة عنها في نهاية الوحدة، لنستكشف معا كيف نقيس الكتلة؟ ما العلاقة بين كتل المواد وحجومها؟ ما التغيرات التي تحدث للمادة؟ وهل هي مفيدة جميعها؟ الدرس الأول، من الصفحة السادسة حتى الصفحة الحادية عشر، خصائص حالات المادة. سأل المعلم: ما حالات المادة التي درستموها في الصف الثاني؟ أجاب عمر: حالات المادة ثلاث، هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. قال معتصم: فيما تختلف كل حالة عن الأخرى؟ لنستكشف معا خصائص الحالة الصلبة. هل يتغير شكل المادة الصلبة عند نقلها من مكان إلى آخر؟ وهل يتغير حجمها؟ أحتاج إلى بذور فول جافة، كرات زجاجية، حصن، كأسين زجاجيين. الخطوات: أضع بذور الفول في الكأس الأولى وألاحظ شكلها، أنقلها إلى الكأس الأخرى، هل تغير شكلها؟ هل تغير حجمها؟ أكرر الخطوات نفسها مع المواد الأخرى، هل تغير شكلها؟ هل تغير حجمها؟ لنستكشف معا خصائص الحالة السائلة. هل يتغير حجم المادة السائلة عند نقلها من إناء إلى آخر؟ وهل يتغير شكلها؟ أحتاج إلى ماء ملون، أواني زجاجية مختلفة الشكل، مخبار مدرج، كأس زجاجية. الخطوات: أضع إشارة بالقلم بمحاذاة سطح الماء في الكأس، أنقل الماء إلى المخبار المدرج، هل تغير حجم الماء؟ تأكد من ذلك بإعادة الماء إلى الكأس. أضع الماء الملون في أوان مختلفة الشكل، هل تغير شكل الماء؟ لنستكشف معا خصائص الحالة الغازية. ماذا يحدث للهواء الموجود في هذا البالون عند ثقبه؟ هل يتغير حجم الهواء بعد خروجه من البالون؟ وهل يتغير شكله؟ أحتاج إلى كأسين زجاجيتين، ورقة، غطاء زجاجي. الخطوات: أشعل ورقة صغيرة وأضعها في الكأس، وأغطي الكأس بالغطاء الزجاجي وألاحظ ما ينتج من احتراق الورقة، هل يساوي حجم الغاز حجم الكأس؟ أضع الكأس الثانية مقلوبة فوق الكأس الأولى وألاحظ انتشار الغاز، هل بقي حجم الغاز ثابتا؟ وهل بقي شكله ثابتا أم تغير؟ لنتعلم معا. المادة الصلبة حجمها ثابت وشكلها ثابت. المادة السائلة حجمها ثابت وشكلها متغير. المادة الغازية حجمها متغير وشكلها متغير. سؤال: أقارن بين حالات المادة الثلاث من حيث الشكل والحجم بوضع كلمة ثابت أو متغير في المكان المناسب من الجدول. لنفكر معا. الغاز الذي يستخدم في اسطوانة الغاز ليس له رائحة، ولكن مصفاة البترول تضيف إليه مادة ذات رائحة مميزة. ما سبب ذلك؟ وماذا تتوقع أن يحدث لو لم تضف هذه المادة؟